ينطونك يا كايم وتشان ملاك الخبز سوى بمصارف عجز ياخذون الخارج يجز شو تقول على هاي ملح وكل ملح وكل بس لا تظن الثرثر هواية لا يا شعب بعنا النفط ونظل نبيع حلو الحياة ونسو سفر فلوس وورق بورو بواو الجو حلو وكلش بديع ضيع انت ضيع عذروني ما عندي وقت اضيع بهالبلد احنا وقعنا بهالكنز من عوفة للأبد الوضع خرافي هو الطر مطافي يا قلب دكافي بعد ما حد حتى اللي عيني يريد عطى مني القهر فقرني ويصيح لي أريد هشكشكة شكشكة كل التعب راح بعد جقاير بترفك بالي ما مرتاح هواني أصلا أي ست يتحسن الحال جيراني عاشر نوطفر من الفرح شرعان السنون والوضع تنق علي وبعد ما في مجال شو بتريد بطاقة شو بتريد بطاقة الدفع ما في تأخير والقبض بس يمي يصير ما يدفع عن زعقاطة ويبقى بطارق شحاطة رايد ولا أوطاعة واعلنها بالسماعة والما يصير ويايا وانزل عليه شخص ثاني كلكم ورا لساني ومفصل الريموت وراهم علياني العشق مالي العشق مالي الكرسي العشق مالي عشق مالي العشق مالي الكرسي العشق مالي العشق مالي صخر وياي يا همي شي وخر محسود وياهو اللي يجي بخره هذا الوطن يراد شوي حار نوقف نرد نطيح ونوقف وتالي وذاك نريد يطيح عنا جمعان هي ما عرفه هذا الجرايح جب أرجوك أبو سعيد وضع العاطفي ما يتحمل لا ملامة ولا تجريح عفية شعب الكل يحب لحد من اللي يسوي مشاكل عموما الغبي وين هواي غبياء المن تقصد أقصد أكبر غبي بالعالم ابن أختك ابن غزالة ابن سعيد شفيت خونت قلت هيك بعده نايم ما شاء الله ما شاء الله نايم وانت قاعد هنا تحب وتزحف ولك آني بشبابي كنت بالأربعة الفجر أطلع للشغل طبعاً غير على مود تبوك شلون؟ أقصد أبوك كان قاعدك على مود تشتغل لك شو أقول؟ بس أقول يوم الأسود الناس بدكم بيه أكل أكل فواكه وتغذى وأزحف زين يا أبو العاطفة أكل سالم حال فواكه أنا واقع بالحب من وراء الحب رح أقضي بس سوائل وي 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 أخوك برا دي هذري انت لازمك تليفون ده تقلبين بيه وابنك الشفيه نايم بغرفته الله يساعدك يا وطن كلها مشغوله عنك يا وطن هاي شبيك من الصباحيات خفوا شويه خف من الحماوه الدوام ترى خلص الدوام ما خلص الوطن الشريف المثلي ما عنده دوام انا جاي على مود ابنك ابنك الشفيه مسوي شغله اي وطني يحب بلده ما يسويها
ها راح تقول ابن الجوكري وخطب القزة. قزة شنو هاي؟ هاي مني هاي؟ يا بلا صيع على أمي، أمي ما لها علاقة بالموضوع. حلو 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 حلو. ده توقف بوجه أبوك. لا مخلي إيدك تجيبك، احترم نفسك ولك. أنا ما مسوي شي غلط. لك شلون مو غلط؟ ولك ابني أنا إنسان معروف، والشغلة هاي اللي سويتها تأثر علي كسياسي مرموق. يا بتر المرموق مرموق. شلون أستاذ سعيد؟ بعد كل اللي سويته وتقول لي المرموق مرموق؟ هسه بس فهموني، مرموق منو؟ سأليه سأليه لابنك المرموق منو؟ يمه أنت ليش تسوي مشاكل ويا الناس؟ يمه أنا ما متعارك ولا مسوي مشاكل، أوكي؟ غير ويا أستاذ مرموق. أوه خلي أطلع من رخصتكم. هذا شنو؟ هذا ما متربي؟ ولك تعال سعيد سعيد ابني. قلبي قلبي قاري. يقعد عماد حمدي. قتلتيني يا شادية. دقيقة خالو سعيد تعال فهمني شبيك شبيك شرايد شو تحكي من ورا خشمك خال الله يخليك شرايد ترى عندي موعد أقول لك البارحة أبوك ممرض أنت مسوي مشكلة احكي لي خطب تزل تحكي صدق شنو أحكي صدق شنو مو رجال أنا لا بالعكس رجال وقول وفعل أي طبعا رحت وقلت لهم قلت لهم أهلي ما موافقين أبوي ما موافق هاي الحقيقة ليش تقولهم على مود ما تدبس بالزواج وأزل تظل تحبني طول عمرها خال هاي الدول غنتها بعدك ما واصلها الله يطيح صبغك يا خالو صدق تحكي خال علي من عليه اي طبعا اقول لك انت بعدك تسحب على نانسي تمساح ظل دفتر 29 ناس تجمع دفاتر تجمع ورق هم صدق لو فتح لي مكتبه مو احسن لي ولج ابنك راح يخطب البنيه ويقول لها لها اهلي ما موافقين هلال اذا الولد يحب البنيه خلي يزوجهم ولج هو هذا ابنك مال حب مال زواج هذا يريد يوقف تقدم البلد ايش خبصونا هالبلد البلد بعدين تعال اقول لك البلد شعليه بزواج سعيد لك بابا هاي البنيه اللي يريد يخطبها تشتغل يمي بالوزاره واذا راحت اني اتيه واذا تهته البلد اهدى اهدى على كيفك اروح اسوي لك نعناع لا لا تسوي لي نعناع صبح نعناع الظهر نعناع قمت امشي بالوزاره اجى رجل النعناع اطقطق لك حرمال حمي وخر الشر وهم يصير زين لك يا حرمال تتذكرين من طقطقتي لي حرمال وطردوني من الوزاره الاولى بعدين صرت مستشار وخلي يكون بعلمك من الزوجات المسؤولين يطقطقون حرمال هيا لو ما طقطقت الحرمال شي بقيهم المناصب ومن حد هسه يعني على حكايتك اذا وقفوا استيراد الحرمال تطير الوزاره هلال قلبي يا بدي ولي صارت لي شاديه خال وحيد ولو أدري بيك أنت غبي ما تدبرها بس عندي استفسار في غاية السرية والأهمية أكيد راح تسأل على نانسي إيش مدريك خال نمر قال لي وخالك نمر إيش مدري عمو هلال قال لي ولا تسألني عمك هلال شلون عرف أكيد من سعيد اسمع خالي خذ هاي المعلومة خليها براسك إيه البنية تحب الرجال لثلاث أسباب والله شلون يا عمرو دياب أنا أقول لك شلون أول سبب جماله حلو ثاني سبب منصبه ممتاز والثالث شخصيته وانت دير بالك تكمل خال وانت من تشتري احذيه يا قياس انت 42 ما يحتاج تشتري عندي على قياسك كمان لا خالي قشمر يا اللي تحكي علي معقول انا مو حلو ما توقعت هذا الموقف من بابا بابا اللي هو ابوك كان موقفه جدا ممتاز جيد جدا احسنت يا شاطر لا ابوك ظل يحقق وياي يعني لين شافني ضايجه فانا اضطريت اقول له انا راح اظل الح وياهم لحد ما يوافقون زين ماما ما تاثر عليه ماما تقصدين يعني امي اي طبعا قابل امي هاشبيك حبيبي ركز وياي يا سلام حبيبي ها حبيبي موالا بعضك أحسك ممكن شوية سوب مال لبلبي صوتي جرش شقد فرحان شقد فرحان بهاي الكلمة
واني فرحانه برجولتك وشجاعتك، وحتى بابا يمدح بيك. بابا اللي هو ابوك؟ عجيب، قابل ابوك. اني اشوف تقول للماما على اسرارك على الموضوع، لان بصراحه ماما قلقه. ماما يعني قصدك اللي هي امي؟ لا امي، لان قلقه يعني تقول اخاف هذا بس حكي، وبصراحه هي حقها يعني بعد اللي سمعته من بابا. بابا اللي هو ابوك؟ هاي شنو سعيد، لا تخبلني، بابا ابوك لان حكى وياي بقساوه. جايب هالقساوه منين منين يا طيب؟ اقول لك عزيل، انت كافي الواقع عمي، كافي ابويا وابوك. اقول لك سعيد اللي قاعد في جاك، هو سعيد غزاله اختي، اريد من عندك شغله. محتاج فلوس؟ لا لا فلوس، انت ما قصرتي، اريد تقولي لي الهلال اريد اسافر. وين تريد تسافر؟ اريد اروح لاوروبا للفندق. وش عندك باوروبا؟ نسيت البجامة هناك واريد اجيبها. اصلا كذب يعني تطلع منا لاوروبا على مود بجامة؟ هاش بيج غزاله الا اقول لك احبها البجامة؟ تكلمت بالبجامة راح اشقق الملابس كلها. حبيت بنيه. البنيه حلوه غزاله، تخبل هناك البنات وحده احلى من الاخ فالعمى القمر، تخبل تخبل يعني احلى مني واحلى من ابوك همي. لا اقصد غزاله انت صح حلوه، صح انت من اسم مو على مسمى، بس انت حلوه، بس الاوروبيات يختلفن. الاوروبي حلو ما ابي شيء، بس فعصب البنيد وشخطه بالشامل الاخ واثنين يصلحن على البارد. حبيبي اخويا من ام وابويا حمزين قلت لي انا هم راح العبكم على البارد، بعد ماكو سفر لا انت ولا هلال. انا جبتها لروحي. اهلا وسهلا، قالوا جاي تدور علي. اي نعم، اقدم ليش نفسي، انا يامن حميد تاجر. اهلا وسهلا استاذ يامن، قل لي بشنو اخدمك، خطوبه عرس؟ تسلمي لي، انا عندي صفقه تجاريه ومحجوزه بالميناء. صفقه مال شنو؟ مواد غذائيه للكلاب. قصدك مواد منتهيه الصلاحيه. استاذ يامن بشنو اخدمك؟ انا عرفت انه انت صديقه هلال عيد، وهذا الرجال يخلص من حبل المشنقه. استاذ يامن انا مو صديقته، احنا معارف. معقوله؟ سياسي معروف يعرف وحده راقصه؟ استاذ يامن راقصه احسن ما ابوك. اي طبعا، انا اريدها تطلع من الحجز، واللي تريديه ما نختلف عليه. قصدك اكل منتهي الصلاحيه، المنه جايبه؟ هو اكل بعد ست هوازن كل شيء يرهم. فهمتك، قصدك يعني نغير الاسم وننطي للناس تاكله. قمت الصاعدين بالعمولة وانت تستاهلين. انت فد واحد ما تستاهل وفد واحد ما تستحي، لك ما تخاف الله مو حرام عليك تجيب اكل مال حيوانات وتبيعه للناس؟ وانت احترمي نفسك وعرفوا يا من تحكين. ويا من عيني، انت يا من الجنت تزرع وهسه تشتغل ويا الكلاب. هاو هاو هاو. انا صوتي احكي ويا وحده راقصه. يلا عيني، على الاقل انا ما ابوق بقوت الناس. شكول شكول اخوان، انا اهم شيء عندي قود الشعب. يابا مو قود، قود هاي سابقا من شان تكون حصه، بس هسه ماكو حصه بطريقه التمن والدهن، حتى الدهن مو زين، ما تخليه على التمن ما يسوي دز. ما ادري خالو دهن له زنبور دز. هسه سولف لي ليش دزيت علينا بس انا وخالي؟ ها دزيت عليكم انت وسبع، تعرفوا ليش؟ لاني اتغير تكتيكي. تكتيك حلو يا جوارديولا، اقصد يا دكتور نمر شلون؟ انا اقول لك انا اوكلت بالعافيه خالو. الله يعافيك. لا مو انا اوكلت، انا وكلت بالعافيه عليهم. روح من امي وكلتهم. لا لا قصدي يعني انا وكلت. هسه فهمني، انت اكلت لو وكلت؟ اخي انا قصدي يعني سلمت. وعليكم السلام. مو عليك. انا سلمت عليك. عليكم السلام اغاتي. مو عليك، انا قصدي انطت يعني قمزت بالحفره. شنو بزوناني قريت شنو قمزت يعني انطت؟ انطت ها خالي قصدي نط جواريبه. نط جواريبه شنو؟ انا طيت المهمه
لتطوير التجارة للشباب والمتمثلة بهذا سعيد. الله خالي الله يخليك، هي الوزارة وين بها شباب بس أنا وأزل. إيه لذلك تختار الفريق. لا أنا ما راح أختار فريقي. شنو كرة سلة فريقين، هو فريق واحد ومسؤول عليه سعيد. أدري وأبوي طق له سفن. لا طقنا أنا بمشي. هسه احنا شنو نروح؟ هسه تروحون لان انا عندي اجتماع كلش مهم، وباكر انا اتصل بازل حتى نلحق عليكم طياره الصبح. تريد يصرفنا لازم عندك موعد؟ اي عندي موعد انا. ويا من؟ ويا الابوة؟ بلا الابوة. ما اريد الابوة زعيله. يلا قوموا روحوا لحظة على الطياره. معقوله؟ لا مو معقوله من المطار. معقوله؟ لا خالي معقوله؟ معقوله شنو؟ معقوله انت خالي؟ لا اخ امك. يلا قوموا الطياره راح تطير. يلا نشرب مشاي تبذير. هوازن انت شلون الرايح والجاي؟ تقولين استاذ هلال من معارفي؟ لا عش تريد اقول لهم زوجته لو حبيبته. لا انت تريدين تخربين سمعتي. شوف ابو سمعه، هيا سمعه هلال هذا الحكي ويا هوازن، واذا حكينا على السمعه فاني احسن منك وانا اللي مشغلك. الزمي حدودك احسن لك والا. شوف هلال طلع وجهك الثاني سهلة. هوازن وانت تعرفين انا احبك، بس تعرفين يعني هذا الحكي اذا وصل للصحافة ووصل للمواطنين منصبي اخسره، سمعتي السياسية تروح. اهو ايدي كافي هلال، ذبحتني بهالمنصب ايش قد بقت وايش قد خمطت، دعوفا للمنصب تعال دنا نتزوج. لا لا هوازن لا، المنصب ما عوفه، إذا عوف المنصب معناها راح عوف المواطن، عوف الوطن، والوطن بمحنة كبيرة يا هوازن. يو هلال صدق ضحكتني، أنت شلك بهاي الكلاوات؟ زين أني راح أتزوجك بس مو بشكل علني. أوكي لعد أني موافقة أتزوجك بالسر. خلاص وأنا هم موافق، بس خليني أرتب أموري. أوكي هلال حكي سياسة لو حكي صدق. ولك حكي صدق وميت صدق. هلال هوازن أنت حبي، أنت قلبي، أموت عليك هوازن. لا يجاهز. يا خالة لا تحواية إيمو دوخت الراسي. يا خالة ليش ما أسافر أني؟ إمو خالي سبع وسعيد راح يسافرون. بابا عمك هلال هنا أنا مسافر، وأني أريدك تراقب عمك هلال، شيلك بالسفر بعد. لا خالة أرجوك أني ما أراقب إلا خارج البلد. هجم بيتك تعودت على السفر، هنيالك يا وطن. خالة ترى شيلة شتني خير شبيه. خالة أزل تأخرت. يخابر علي على المطار. أنا خابر على المطار؟ متعرف بيه ولا طق انجليزي؟ هسه تقعد اقعد اختبرت اقعد اقعد. جيتي 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 ازل؟ لا يا ازل جيتي حبيبتي نانسي. هاي تمام صارحه؟ ايه ايه ان شاء الله اليوم صارحه. اليوم صارحه ان شاء الله. ترى صارحه لا ان شاء الله ان شاء الله اليوم. الحمد لله على السلامه، سمعت البارحه بالليل واصلين. الله يسلمك. سعيك مشكور. ليش تعبت نفسك حبيبي؟ يلا صارحه صارحه بسرعه ان شاء الله. سم روح عد لك منها لك. وقف خلي اخذ شهيق. شهيق قاعد زين وين طب بالماي شهيق. هسه بسرعة بسرعة صراحة. يلا عدلك منها الثلاثة. أوكي صور سبع وطب الموضوع. يلا واحد اثنين شغل. نانسي أنا أحبش وردة زوجك. شنو هذا الحكي استاذ سبع أرجوك. شو هذا الحكي استاذ سبع أرجوك. هو هيك الصراحة بعد زرقها بوكس على العين، زرقها بوكس على وجهها، عضها من ذانها. غير هاي سوالفك أنت قلت لي. ادري حتى بالسناب مصايره واحد صارحي. لا تخليني اسلبك واسب الجابك علي. تيه البنيه من عندي دقيقه مش ما مخلي مسؤول عن الحصه حتى حصتي راح. سبع انت ابن عمي وحزام ظهري. احتمال ما جعل قياسك.
اقصد قول اغراض. قول دكتور نمر عد عيناك. شوف انا ليش ما احترمكم؟ ليه تستغلون الواحد تاخذون لحم وتذبونه تشريب؟ اقصد تذبونه عظم. 100 مره قلت لك الفوارق بيناتنا لا تنساها. انا دكتور نمر. انا منو؟ دكتور نمر. هسه غير يفض هالواوي. شوف البلد دا يمر بمفصل تاريخي ومنعطف سياسي وانت قاعد تدردن دار وجهك. ايش قلت؟ هسه غير يفض كاسترو. بس فهمني انت ليش عرفت هلال هناك وهسه تحكي عليه؟ سبع هلال مثل ما تعرفه ما يبطل البوق. اقول لك هي الحصه شبيه حتى يبوقها، ترى هي مقسمه من زمان وموزعه. هلال قام يدخل لحوم الكلاب للبلد عن طريق الميناء. والكلاب ليش ما يروح يستلمون حصتهم؟ قوم لك قوم اطلع قوم صوت شحجيك قوم. اقصد هو ليش يدخل نفسه؟ صفقه مال لحوم الكلاب مدخلها الواحد تاجر على انها هي صالحه للبشر وجماله منتهيه صلاحيه اللحم. يا بجوز ما يدري بالموضوع. يدري هلال يدري، كل الزين يدري ويعرف. اعرفه وحذر منه من باقي الكليتش بالسجن. وين ما الذب يبوق هسه خابر الكلب. شنو؟ خابر الاستاذ هلال. خابره وخليه يجي على وجه السرعه حتى لو يجي بهليكوستر. طبعا متعود عنه فرات. اسمها هليكوبتر. فين هي طيران؟ قام يعلمني حكي. شوف واذا اعترضت اختك غزاله قسما عظما الا خلي هلال يطلقها واطرد الهلال وفصلك عندك. ايش عندك؟ شو؟ دا اعطس لان شوي حساسيه زايده عندي. عبالي يعني هم راح تسافر وانا زعلانه. من الزعلان؟ والزعلان الاسمر ما يقول لي مرحبا وانا غير كلمه مرحبا. ليش زعلان حبيبتي؟ انا مو جبت لك ابتوت ذهب؟ شو اسوي بالبتوت الذهب؟ انت عندي اغلى من الذهب كليته. انت روحي. وين اروح؟ البيت اهلك. ليش؟ لا اقول لك انت روحي وقلبي وحياتي، بس انا لازم البي نداء الوطن. هو سبع خابرك الوطن شعلي. صح سبع خابرني لانه نمر خابر سبع قال له خلي هلال يجي لانه محتاجين هناك الجماعه مدبره والمهمه. مو اقول لك الوطن بحاجه الي يا غزاله. اسمع هلال هاي اخر سفره لك، يعني اول ما تجي قدم استقاله، انا اريد تتفرغ الي وحدي وبس. شو هال تلزمها تقول لك الي وبس؟ هاي منو؟ هاي عندك وحده تتفرغ لها؟ ها حاجيني قول لي. انا عندي وحده. ها وشتي هنا بقلبي قاعده. انت حياتي، انت عمري. شو هالحكي الحلو هذا اللي نقط عسل؟ غني لي اغنيه ماجد المهندس. بين ايديا واحس انك بعيش. ثقل ثقل ويني لو الزم غراب بين ايديا لطحنا طحين. حياتي. شو هالحكي هذا واقف؟ يلا حبيبتي اشوفك بالخير. حتروح البي نداء الوطن. خاله خل خاله خل خالتك. امشي امشي روح نام وراك سفر. امشي روح نام. لا يا نام خاله سبع قال روح ويا عمك هلال. يلا تمشي روح. تمالا تمالا. بسيطه غراب اذا طلعت مظاهرات عليك اول وحده تطلع اني. ينطونك يا كايم وشان مالاك الخبز سوى بمصارفنا عجز ياخذون الخارج يدز شو تقول على هايه. ملح وكل ملح وكل بس لا تظل الثرثر هوايه. لا يا شعب بعنا النفط ونضل نبيع حلو الحياه ونسوي سفر فلوس وورق بورو طواو الجو حلو وكلش بديع ضيع انت ضيع. عذروني ما عندي وقت اضيع بهالبلد احنا وقعنا بهالكنز منعوفه للابد. الوضع خرافي ووطر مطافي يا قلب دكافي بعد ما حد يفيدك حتى اللي عيني يريد عطى مني
القهر فقرني ويصيح لي أريده. هشكشكة شكشكة كل التعب راح، بعد جقاير بترفك بالي ما مرتاح. هواني أصلاً أي ست يتحسن الحال، جيراني عاشر نوطفر من الفراشان. لا مال لا بنون وشرعان السنون، والوضع تنق علي وبعد ما في مجال. شو بتريد بطاقة؟ شو بتريد بطاقة؟ الدفع ما في تأخير والقبض بس يمي يصير. ما يدفع عن زعقاطة ويبقى بطارق شحاطة. رايد ولا أوطاعة واعلنها بالسماعة، والما يصير ويايا وانزل عليه فرقاعة. ماكو شخص ثاني كلكم ورا لساني، ومفصل الريموت وراهم علياني. العشق مالي العشق مالي الكرسي العشق مالي، عشق مالي العشق مالي الكرسي العشق مالي، العشق مالي. واي 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 واي. قلب صخر وياي يا همي شي وخر محسود، ويا هو اللي يجي بخره هذا الوطن يراد. شوي حار نوقف نرد نطيح ونوقف وتالي، وذاك نريد يطيح عالنجم عالي. هي ما عرفه هذا الجهه يحجب